أهلا بيكم في قراءة أختار كارت. هنعمل دلوقتي أختار كارت، حط شخص في دماغك وخلينا نشوف الشخص ده ليه غامض معاك، ليه متغير معاك. سواء الشخص ده يعني أنت موجود معاه دلوقتي في العلاقة، أو حتى كان شخص جديد أنت لسه متعرف عليه وكان ظريف في الأول وبعدين معاملته اتغيرت. يعني مش هتفرق سواء كان الشخص ده جديد أو أنت موجود معاه في العلاقة، لكن أحيانا كتير أو معظم الناس اللي بتسأل بيكونوا لسه متعرفين على الشخص ده وفجأة مثلا بيتغير وبيتباعد، قد يتباعد خالص وقد يغيب وبيرجع على حسب. يعني احنا بنعمل القراءة دي عامة، فانت على حسب قصتك، فسواء كانت علاقة جديدة علاقة قديمة، حتى لو كان شخص انت منفصل عنه وتباعد خالص وانت برضو عايز تعرف هو ليه تباعد او ليه كان غامض معاك، برضو القراءة دي تنفع ليك. فيعني أيا كانت ظروفك إن شاء الله القراءة دي تفيدك، ومن خلالها تقدر تعرف ليه هو تباعد، وإذا كان عندك مشكلة هنشوف كمان إزاي إنك تقدر تحلها. فأتمنى إن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. إحنا معانا مجموعتين، أول مجموعة هتكون الحجر البني أو الكروت دي، في حروف برضو هسيبها لكم في أول تعليق، هتكون حروف الشخص اللي تباعد عنكم أو اللي حتى موجود معاكم ولكن تصرفاته غامضة بالنسبة لكم. الاختيار التاني هتكون الحجر البيج أو الكروت دي، أو برضو الحروف اللي هسيبها لكم في أول تعليق. أنا هسيب لكم وقت للاختيار ونبتدي على طول إن شاء الله. أوكي، خلينا نبتدي بأول اختيار. الناس اللي اختارت الحجر البني واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق، خلينا نشوف. طبعا لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بأنك تعمل سبسكرايب، كمان لو كنت من المتابعين القدامى ما تنساش تحط لايك للفيديو، تعمل شير، تكتب لنا تعليق جميل، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير بإذن الله. اوكي، بالنسبة لطاقتك انت فعلا قاعد زعلان وحزين اهو، بتعيط على الشخص ده، ويعني انت ندمان. يعني حتى لو انت بتنكر هذا الشعور، انت من جواك مش متقبل الوضع ده، ويعني مش بالضبط ان انت حاسس بالرفض، ولكن انت مش مستعد تتنازل عن الشخص ده، ويعني انت بتحبه جدا، عايز تحافظ عليه، عايزه يكون معاك في علاقة ناجحة، بس الشخص ده يعني انت وهو غالبا ما بقيتوش بتتكلموا وخسرتوا بعض للأبد، وانت قاعد بتبكي عليه وزعلان وحزين يعني، وبتتألم جدا فعلا. الشخص اهو اداك ظهره ومشي، وانت مثلا شايف ان هو سابك علشان حد تاني او علشان طرف تالت او بدأ حياته في مكان تاني. هنتأكد دلوقتي اذا كان في طرف تالت ولا لا، لكن انت الموضوع ده واجعك بشكل كبير جدا يعني، وهو فعلا رحل عنك اهو، بس اعتقد هو يعني مشغول في العمل، مش قصة ان هو ارتبط بحد تاني او كده، هنشوف يعني. ولكن يا اما مشي مع الاسرة او كان مشغول في العمل، رفض اهل، يعني اشياء من هذا القبيل، ما مش حاسسها بالضبط ان هو خاين او متعدد علاقات. هتأكد لك دلوقتي، ولكن انا بقول لك اللي انا شايفه يعني. ف يمكن الشخص ده شوية حس ان انت في البداية كنت متردد، يعني يجوز انت مثلا في بداية العلاقة كنت بتتقل على الشخص ده، مثلا كنت بتعمل حركات هو ما فهمش ده انه تقل، هو فهم ده ان انت مش عايزه، او ان انت يعني كنت بطيء، بالظبط كنت بطيء معاه في مراحل العلاقة دي، فعلشان كده هو يمكن زهق ومشي.
او خد منك مثلا موقف عند حس ان انت بتتقل عليه، فقال طب لما اتقل انا كمان. بشوف برضو ان الشخص ده كان جواه جزء متردد اذا كان يكمل معاك في العلاقة دي ولا لا. ما ينكرش ان هو عنده مشاعر تجاهك، وما زال على فكرة عنده مشاعر تجاهك، وبيشعر ان هو مفتقدك، بيشعر ان في حاجة ناقصة من غيرك. ولكن الشخص ده عنيد جدا يعني، وحب ان هو يعاملك بعنده وندية، وزي ما انت كنت بطيء، ويمكن اوقات بتحسسه ان هو مش مهم في حياتك علشان تعلقه بيك. الموضوع ده قلب معاك بنتيجة عكسية، والشخص ده بقى عنيد جدا وما استجابش للطريقة دي، بالعكس جابت معاه نتيجة عكسية. ويعني حتى لو كان روحه فيك، هو شايف انه يخسرك للأبد لو حس ان انت ما بتحبوش مثلا، او ان انت ما بتهتمش بيه. هو فهمها كده يعني. خليني طيب اوضح لكم اكتر، اشوف ايه المتوقع انه يحصل لقدام. الشخص ده ناوي معاك على ايه؟ هل ممكن يكون في فرصة في العلاقة دي ولا لا؟ خليني اشوف لكم كل الحاجات دي. انت على فكرة احساسك طلع في محله، احساسي انا اللي خايب، احساسك انت اللي طلع صح. انت شاكك ان الطرف ده، ان الشخص ده مشي عشان طرف تالت. الاحساس ده حقيقي، الشخص ده دلوقتي موجود مع حد تاني وسابك علشانه، ويعني انا اسف جدا بس هو سعيد مع الطرف التالت ده. وعلى الاغلب يعني هو عارف الطرف التالت ده من اجل علاقة جسدية، وده الاساس اللي العلاقة بتاعتهم ماشية عليه. هم عرفوا بعض من اجل علاقة جسدية، والعلاقة ما بينهم مكملة بالشكل ده. الشخص ده عايز يصلحك على فكرة، يعني شايف هنا طلع لك في طاقة البيج والنايت اوف كابس. الشخص ده في نيته وفي خاطره ان هو يصلحك، لانه عنده مشاعر تجاهك وبيحبك، بس هو مش عايز يصلحك بطريقة غير مباشرة، ومش عايز يظهر لك النية دي. هو عايزك انت اللي تجري وراه، وانت اللي تعتذر يعني، او يخليك انت اللي تعتذر. انا بشوف انه هيكون في تواصل ما بينكم على فكرة، انت والشخص ده هتتكلموا، والتواصل ما بينكم سيعاد مجددا، والشغف اللي ما بينكم هيتجدد من اول وجديد. هيكون في فرصة ما بينكم، بس لازم تكون عارف ان الشخص ده برضه هيحتفظ بالطرف الثالث، ايا كان بقى عيلته، علاقة جسدية، عمل، الحاجة اللي شغلته عنك دي، او اللي هو سابك ومشي عشانها مكملة معاك. فانت برضو لازم تكون عارف المعلومة دي. فيعني الكروت بتنصحك ان انت ما تجريش ورا الشخص ده، ما تبعترش كرامتك وحافظ عليها، وما تحطش نفسك في طاقة خذلان او طاقة شعور بالخسارة. انت 24 ساعة بتراقب الشخص ده، 24 ساعة بتبص عليه، بتشوف عمل ايه، بتحاول تتجسس على اخباره. الموضوع ده تعبك نفسيا بشكل كبير. ما بنقولكش ما تتجسسش عليه، ولكن قنن التجسس ده. يعني بدل مثلا ما تتفرج عليه 3 مرات في اليوم، تدخل على السوشيال ميديا بتاعته كفاية مرة. يعني لو مثلا كل يوم، يبقى خليها كام يوم في الأسبوع بالتدريج، قلل إن أنت تبص عليه، لأن الموضوع ده بيأذيك أنت نفسيا بشكل كبير. ويعني حاول بس تراقبه من بعيد كده، وتخف المراقبة دي تدريجيا. لكن هو عايزك تبادر، بس انت ما تعملش كده، وما ننصحكش بكده. هو منه لنفسه على فكرة هيلاقي طريقة يتواصل بيها معاك، وهيكون في تواصل ما بينكم، فما تاخدش انت المبادرة. هو بس يمكن كان متردد شوية زي ما قلنا، لانه حس ان انت بتتقل عليه، خصوصا لو كان في يعني حاجة جسدية او كده. ممكن يكون هو كان عايزك مثلا عشان علاقة جسدية وانت مش عايز، يعني ممكن ده بنسبة كبيرة. ان ما كانش، فهو حاسس ان انت بتتقل عليه في العلاقة، حاسس ان انت متردد، فابتدى يتردد هو كمان. يعني انا بشوفها اشياء من هذا القبيل. خليني طيب اخد لكم نصيحة من ملائكة الحب. احنا معانا برج الجوزاء ظاهر بشدة، يعني قد تكون انت جوزاء. في برضو برج الحمل اكتر من مرة، القوس، الحوت برضو اكتر من مرة، والسرطان، الميزان، والدلو، الأسد، الجوزاء والحمل تاني، الدلو تاني، والجدي، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فخليني أشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه.
سيبريشن، بيقول لك وقت الانفصال ده وقت مهم جدا، انت لازم تتقبل هذا الانفصال. مش معناه انه الانفصال نهائي، ولكن الانفصال ده كان ضروري وكان مهم ومفيد ليكم انتوا الاتنين، فانت محتاج تتقبل هذا الانفصال. بيطلع لك هنا كمان رومانتنج فيلينج، ان شاء الله انت مشاعرك حقيقية على فكرة، فحاول ان انت تعبر عنها. يمكن الشخص ده بعد عنك لان انت ما كنتش بتظهر مشاعرك تجاهه، او ان هو مثلا حس ان انت ما بتحبوش، فانت محتاج تعبر عن حبك بالكلمات، ومحتاج تعرفه قد ايه ان انت بتحبه، يعني لان هو ممكن يكون مش فاهم ده، فبرضو دي مشكلتك مع الشخص ده. خلينا طيب ناخد كارت من كروت الملائكة للنصيحة من الأنجل أنسر، نشوف هما كمان هينصحوكم بإيه. تراست، محتاج تثق في نفسك وتثق في الشخص ده، وتثق إن هيكون في إن شاء الله فرصة ما بينكم في العلاقة دي. بيقول لك don't stop، خلي عندك أمل دايما يعني. فما تنسوش بقى المجموعة الأولى، تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، تدوسوا سبسكرايب لو مش مشتركين في القناة. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وخلونا نروح للاختيار اللي بعد كده. ونروح بعد كده للاختيار الثاني، الناس اللي اختارت الحجر البيج واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف خير بإذن الله. طاقتك انت The Three of Wands، والشريك ده كمان شايفك كده على فكرة. انا بشوف انه العلاقة دي علاقة ثلاثية من طرفك انت، يعني الشخص اللي انت اصلا داخل القراءة علشانه هو طرف ثالث، يعني انت موجود في علاقة اساسية، والشخص اللي انت دخلت القراءة علشانه دي علاقة فرعية يعني، ده بنسبة كبيرة. او انت موجود مثلا في علاقة دلوقتي ودخلت علشان شخص من الماضي، مثلا علاقتك دي انتهت، لكن انت مثلا عايز تعرف هو ليه كان غامض معاك، هل هيرجع ولا لا، بس انت دلوقتي دخلت في علاقة جديدة. يعني الناس اللي اختارت المجموعة دي، الشخص اللي كان معاهم عارف ان هم دخلوا في علاقة جديدة، يعني هو عنده علم بالمعلومة دي، بس انت ما زلت بتفكر في الشخص ده على الرغم ان انت ممكن تكون مشيت لقدام، رميت العلاقة دي ورا ظهرك وشفت حياتك، لكن الشخص ده ما زال في حاجة من جواك متمسكة بيه يعني. العلاقة دي علاقة ثلاثية، الشخص ده على فكرة ندمان عليك اشد الندم، ويعني ايا كان بقى هو تباعد ليه او ايه اللي حصل ما بينكم، الشخص ده بيضرب نفسه 100 جزمة على اللي هو عمله معاك. هو شايفك دلوقتي ان انت تقدمت للامام، نجحت، كونت حياتك، وصلت لمستوى كويس من النجاح من الشهرة، هو واقف مع حلك سر، فهو ندمان انه ما اخدش اي خطوة تجاهك او نجح العلاقة معاك، او انه معرفش ان هو يحافظ عليك. دي حاجة يعني هو ندمان عليها جدا، حتى لو هو ما بيظهرهاش يعني. هو شايف انه انت دست على قلبك علشان توصل لده، عارف انه انت كنت بتحبه، عارف ان انت كنت متمسك بيه ومش عايز تسيبه، وعارف ان انت على الرغم من كل الحاجات الكويسة اللي انت وصلت لها وحققتها في حياتك، إلا إنك من جواك بتتألم وحزين جدا إنكم مش موجودين مع بعض. زي ما قلت لك، الشخص ده في مشاعره شايف قاعد إزاي، ندمان عليك أشد الندم، بيبكي على اللي راح، عايش على الذكريات، شايف إنه خلاص العلاقة دي مهما عملتوا أنتوا الاتنين فهي انتهت،
ولنفترض مثلا على سبيل المثال انت اتجوزت وهو اتجوز وخلفته كمان، فاللي هو خلاص هتكونوا أسرة مع بعض ازاي وكل واحد منكم شق طريقه في مكان تاني. فهو شايف انه يعني شبه مستحيل، ان ما كانش مستحيل كمان، ان انتوا تكونوا مع بعض. شايف العلاقة دلوقتي متأزمة، هو شايف ان انتوا لو كنتوا مع بعض وكان عارف ان هو ياخد الفرصة معاك صح، كان زمانكم كنتوا في علاقة ناجحة. مشكلة الشخص ده ان هو متعدد العلاقات جدا، يعني حواليه اشخاص كتير بيحاولوا ان هم يقربوا منه، بيحاولوا ان هم يكونوا معاه. اعتقد يعني سبب تباعده عنك انه انت ممكن تكون اللي تباعدت في الاول، يعني مثلا انت شفت ان الشخص ده حواليه اشخاص كتير متعدد علاقات، فعلى قد ما انت بتحبه بس انت شكيت مثلا ان هو بيلعب بيك، او شفته مثلا ما بيعترفش بالحب، ما بياخدش اي خطوة تجاهك، فانت حسيت ان هو متلاعب، استنيته كتير وما اخدش اي خطوة تجاهك. فاول ما جات لك فرصة كويسة مع شخص اخر وجالك عرض كويس، قبلت العرض ده وكملت فيه، لانك اخترت ان انت تفكر بطريقة عملية، وانت مشيت ورا مشاعرك كتير والموضوع ده ما فادكش بحاجة، فقررت ان انت تكون شخص عقلاني وشخص عملي شوية، وعلشان كده انت اللي تبعت الاول على فكرة مش هو. يمكن انت كنت بتضغط عليه بس هو يعني دخل لا يتباعد اكتر. برضو مش هنكر الشخص ده متعدد علاقات، بينخدع يمكن شوية في المظاهر، وانت يعني ممكن تكون ما كنتش مهتم بمظهرك قوي، مش شرط المظهر اللي هو بس الاهتمام بالمظهر الخارجي، بيهمه برضو الفلوس والعيلة ومتعلم في الجامعة الفلانية، معرفش راكب عربية نوعها ايه، بيهتم جدا بالحاجات دي، واعتقد ان معظم الحاجات دي مش متوفرة فيك قوي، فبرضو دي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الشخص ده عنده اولويات، وكل ما بيجيله شخص احسن بيسيب اللي ما هو معاه ويروح له، فدي حاجة من الحاجات اللي بتخليه يغير أشخاص، سوري يعني بيخليه يغير أشخاص كتير. يعني المشكلة دي مش معاك أنت بس، كل ما بيجيله أوفر أحسن بيسيب الشخص اللي هو معاه ويروح للي بعديه. فبرضو عشان نكون جاوبنا على سؤال القراءة وتكون عرفت، يعني ما بشوفش بصراحة أن الشخص ده يعني على قد ما هو ندمان وعلى قد ما هو مفتقدك، ما بشوفش ان في عنده اي نية ان هو ياخد خطوة تجاهك، وبرضه في الفترة اللي جاية ما بشوفش ان في اي حاجة هتحصل، بشوف ان العلاقة دي مكملة مراقبة متبادلة ما بينكم انتوا الاتنين، كل فترة كل واحد منكم بيبص على التاني، بيراقب التاني، بيتفرج على اخباره من بعيد، لكن انا ما بشوفش ان في حد منكم هياخد خطوة اتجاه الآخر، بشوف بس ان العلاقة مكملة مراقبة ومكملة تواصل روحاني، وده برضو اللي الكروت بتنصحك بيه، سواء بقى انتوا اتجوزتوا ما اتجوزتوش، العلاقة ايا كانت طبيعتها، بشوف ان هي وقفت هنا يعني. ويعني احنا انا عملت لكم قراءة عاطفية، بس احنا كنا عاملين القراءة علشان نعرف سبب تباعده، فانا ما بشوفش ان انت هتقدر ترجعه، وبشوف انه يعني من الأحسن ليك إن شخص بيفكر بالطريقة دي، من الأحسن ليك إن أنت ما ترجعلوش يعني. فبرضو يعني خليني أخد لكم نصيحة من الملائكة برضو تفيدكم أكتر، بس قبل ما أخد نصيحة الملائكة، إحنا معانا برج الحمل، برج السرطان، العذراء، الثور، بس والطاقات طبعا كلها موجودة. فلو كنتم أول مرة بتشوفوا القناة يشرفني طبعا انضمامكم لأسرة القناة بأنكم تعملوا سبسكرايب، كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. خلينا نشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. هنا بيقول لك ادي العلاقة دي فرصة، بس أنا ما انصحكوش بكده، ممكن تديها فرصة يعني انت بتحب الشخص ده حب حقيقي تمام، ويعني هو مش هياخد خطوات تجاهك، بس لو انت عايز تاخد خطوات تجاهه تقدر تعمل كده، بس انا ما بنصحكش، يعني هو الشخص ده مش هيجي، العلاقة دي ممكن تاخد فرصة لو انت اللي بادرت، لكن لو انت مثلا منتظر منه يبادر لا هو مش هيعمل كده. انت ممكن تدي للعلاقة دي فرصة من خلال ان انت اللي تتكلم، بس برضو انا ما انصحكش بكده، ما انصحكش بكده لا. طلع لك هنا سيبريشن وسول ميت،
و كوندبندنسي مقلوبة. طب خليني اخد لكم كارت من ملائكة الحب اشوف هينصحوكم بايه. الانجل انسر، بيقول لك اطلب المساعدة من الآخرين واستمع لإحساسك الداخلي. شور برضو الأصدقاء المقربين بيك، ممكن تاخد رأي حد مختص لو تحب، دي هتكون برضو فكرة كويسة يعني. فده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر البيج. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.